طيب النادي المصري، النادي المصري عامل نيو لوك جديد مع كامل ابو علي، صفقات رائعه، داخل اسمه في كل حاجه، منافس بشكل قوي جدا على اي لعيب، جاذب بشكل قوي، جاذب بشكل قوي للعيبه الكبار ان يكونوا موجودين هناك. يعني المصري لو فضل على كده خلاص كل اللعيبه هتبقى اكيد ان هي تبقى موجوده في النادي المصري، لان عمل صفقات كبيره، واضح ان هو عنده طموحات كبيره جدا في المرحله او في الفتره القادمه. اتعودنا ان ما بتحصل ازمه بتدربك المشهد، يعني وقف قيد، مشكله، مدرب اشتكى، هتقعد فتره عندك مشكله، فتره عندك قلق. مع النادي المصري الشكوى، الراجل اشتكى، الاتحاد الدولي اخذ موقف الصبح، النادي المصري حل الموقف بالليل، ودي كانت جديده جدا. النادي المصري يتعامل مع الازمات بسرعه الصاروخ، ودي الحقيقه تحسب لمجلس الاداره الحالي برئاسه الاستاذ كامل ابو علي. ياسر يحيى عضو مجلس اداره المصري، نشوف هيقول ايه في هذه الازمه. مرحبا بالاستاذ ياسر يحيى عضو مجلس اداره النادي المصري. يعني يا استاذ ياسر برحب بيك على اون تايم سبورتس، وجودك النهارده بقى في القرعه، وشايف ازاي القرعه والاجواء والمباراه الاولى للنادي المصري. اهلا بيك خلود. في البدايه طبعا بنتمنى التوفيق ان شاء الله لكل الفرق، وموسم سعيد على مصر كلها وعلى جماهير الكره المصريه. انا شايف ان الامور ماشيه في طريقها الصحيح. احنا عندنا الايام اللي فاتت كان في مواسم استثنائيه، انت شايف كل الدوريات في العالم لسه الناس ابتدت الكوره، واحنا لسه بنتكلم في ان انت القيد عندك مفتوح. انا شايف ان ده خطوه كويسه، ان انت تبقى عارف بدايه الدوري ونهايته، ان انت تنتهي في 30، تنتهي الدوري ينتهي في 30/6، ده في حد ذاته انجاز كويس، ان انت هتواكب الدوريات العالميه واللعيبه حتى تاخد فتره الاسترخاء بتاعها، والدوريات يبقى في فاصل بينها، بدل ما احنا بقالنا اكتر من موسم الدوريات متلاحقه مع بعض. فطبعا خطوه كويسه، وده كل الشكر لرابطه الانديه اللي اشتغلت في المواسم الاستثنائيه السنه اللي فاتت، ابتدت تعدل المسار، واعتقد السنه دي خلاص يعني داخلين للطريق الصحيح لمواكبه الاحداث الرياضيه في العالم ان شاء الله. الحمد لله، وزي ما انت بتقول كده، احنا فوجئنا اول امبارح بخبر وقف القيد بسبب ازمه مع الكابتن معين، واحنا من وقت ما جينا، يمكن من قبل، من ساعه ما خدنا القرار استاذ كامل يعني كلفنا كلنا بكل واحد بالملف بتاعه، واحنا جايين نحل، مش جايين بقى يعني، الراجل جاي عشان عارف ان في ازمات ولازم يبقى عندك حلول يعني. فجالنا الخبر ده في وقت قاتل زي ما انت بتقول، لسه حوالي 72 ساعه لغايه باب القيد، ولسه في لعيبه ما تأيدتش، فكان لازم يبقى في خطوات سريعه. تواصلنا استاذ كامل، تواصل مع الكابتن معين والمحامي الخاص، وابتدينا على الاتصالات يعني، خدنا قعدنا يمكن مش عايز اقول لك طول اليوم كنا بنتواصل، لغايه ما امبارح الحمد لله وصلنا لانتهاء الازمه وحل القيد، وابتدينا خلاص بنخلص تسجيل اللاعبين كلها الحمد لله. صفقات كتير تم ابرامها، يمكن اخر كلام بيقال ان ممكن علي فوزي هيكون متواجد مع النادي المصري سيحط هذا الخبر، وعلي فوزي فعلا هيمضي عند مصر. والله لسه يعني، هو لسه احنا لسه قدامنا يومين زي ما انت شايف، وارد كل حاجه، احنا شغالين على الرادار ان شاء الله، باذن الله ان شاء الله. كل التوفيق ان شاء الله باذن الله للنادي المصري، وشكر جزيل طبعا لزميلنا المتالق دائما خالد رزق. طيب انا عايز اقول حاجه بس للرابطه مهمه، وحاجه لمجلس اداره الاتحاد. احنا الفترات اللي فاتت ازمات بالجمله، والرابطه الحقيقه عامله مجهود كبير جدا في تطوير الكره المصريه. لازم نعمل دورات للأندية في موضوع القيد وموضوع الشراء والبيع والصفقات، لازم، لأن عدد الأندية اللي في مصر اللي عندها مشاكل من وقف قيد ومن مستحقات ومن قصص، الأمور بقت صعبة جدا، والحقيقة ما بقتش تخص نادي بعينه، بقت تخص الكرة المصرية بشكل كبير. يعني مش معقولة في الاتحاد الدولي كل شوية نادي مصري عنده مشكلة، المدرب الفلاني، اللعيب العلاني، القيد، أنا قيدت إزاي، أخدت ده ولسه ماضي، أخدت ده في نص المدة. يعني لازم يبقى فيه
زي نشرة ولازم يبقى فيه زي توعية. 18 نادي في الدوري الممتاز لو عملت لهم مثلا كورس 3 أيام وكل حد بعد المسؤول عن التعاقدات في هذا الشأن، ولكن لازم يكون عندنا ثقافة في الحتة دي، ولازم الحتة دي تبقى عارفة اللي النهاردة بيمشي مدرب ما بيدلوش فلوسه لاعب يبقى عارف ان هو هيدفع تمن كبير عشان من البداية ما يجيبوش أو ما يمشيهوش. فلازم الحته دي الحقيقه يكون فيها تدخل من الرابطه او من الاتحاد، يعني يكون فيها جزء كده في توعيه.